صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معك. فنفوز فوزا عظيما على الطف على الطف عوجا وابكي العلم الفردة وطوفى به ثم امسحا بالثرى الخدة وقولا لأرض مشها من أديمه عبير أريج يزدري العنبر الوردة عليك سلام الله إنك كلما تقادم منك العهد جددت لي عهدا. نحن في مساحتين هذه الليلة. المساحة الأولى مساحة العظة والعبرة نجتليها من التأريخ، والمساحة الثانية مساحة الحسرة واللوعة يمليها علينا الموقف، وسنمر إن شاء الله بهما معا. أولا مساحة العظة والعبرة نستطيع التعرف عليها عن طريق كثرة زيارات الحسين سلام الله عليه. يعني يلفت النظر أن الأئمة صلوات الله عليهم إذا مرينا بتاريخهم ومرينا بكتب المزارات نلاحظ أن كتب المزارات بالنسبة للأئمة يعطون تقريبا يعني الإمام يأخذ لزيارة واحدة أو زيارتين، لكنه إذا ردنا نمر بتأريخ الحسين سلام الله عليه نشوف لا، الزيارات بالنسبة إلى الحسين تملأ الساحة. حسين اشتبد بالساحة أخذها، وتلاحظ سنرى إن شاء الله الزيارات نمر عليها نشوف أن هذه الزيارات الكثيرة. أولا خلي نشوف أين موقع هذه الزيارات من المشروعية الإسلامية. الحقيقة مسألة زيارة القبور بصورة عامة فضلا عن زيارة الحسين أمر متسالم عند المسلمين لا غبار عليه، والذين يشدون عن هذا المعنى هم فئة قليلة لا يعتد بقولهم ولا قيمة لآرائهم لأنها غير ناهضة وغير قائمة على علم، بينما المذاهب الإسلامية بإجماعها فقهاء المذاهب الإسلامية بالنسبة إلى زيارة القبور عندهم تكاد تكون محل إجماع. وهذا المعنى يبدأ ابتداء من النبي صلى الله عليه وآله. النبي تقول زوجته عائشة هبط عليه جبرائيل فأمره بأن يذهب إلى زيارة أهل البقيع، يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يذهب إلى البقيع ويقف على القبور ويقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ونحن بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، يستغفر لهم ويقف على القبر قليلا ثم يرجع. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقف على قبور أحبائه وأعزائه وزملائه من الصحابة ويخرج لزيارتهم. زهراء صلوات الله عليها جملة من كتب التاريخ تصفق على أنها كانت تذهب إلى قبر النبي من بعد دفنه وتقف على القبر وتأخذ شيئا من تراب القبر وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، قل للمغيب بين أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي تزور أباها وتعود. وكانت تطلع إلى زيارة قبر عمها حمزة ابن عبد المطلب وسائر الشهداء، تقف على قبور الشهداء بأحد تزورهم.
الصحابة كلهم معظمهم كانوا يذهبون إلى الزيارة، يقفون على القبور ويزورون. وكان يوم من الأيام رجعت عائشة وعيناها مملوءة بالدمع، يسألها واحد يقول لها يا أم المؤمنين أين كنت؟ قالت كنت عند زيارة قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فكانت نساء النبي يذهبن للزيارة، الصحابة وغير الصحابة يعني من التابعين الذين تلوهم. محل تضافر الروايات كلها تنص على التزامهم بهذا المعنى، وأنهم كانوا يرون في الزيارة استجابة لما أمر به النبي: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الآن فإنها تذكركم الآخرة. طيب، الزيارة إذن غطائها الشرعي بإجماع المسلمين موجود، والغاية أيضا معللة. النبي كان يعلل أن الوقوف على القبور للعظة والعبرة. نعم، يعتبر الإنسان بيش يعتبر؟ يعني يعتبر بأن هؤلاء كانوا مثلنا أحياء فوق ظهر الأرض ثم صاروا إلى باطن الأرض، يعتبر بما أسلفوا وقدموا بين يديهم إلى خالقهم، يعتبر بأن الدنيا بأجمعها تنتهي إلى هذه النتيجة. يعتبر يعني أكو وجوه للاعتبار عند الوقوف على القبور. طيب، إذا كان هذا الغطاء موجود عند المسلمين عامة، خلينا نرجع إلى حديثنا، نجي إلى زيارة الحسين سلام الله عليه. شوف أن الحسين استبد بالساحة كما ذكرت في صدر الحديث. ومعنى استبد بالساحة يعني تلاحظ أن زياراته تستوعب أبعاد السنة تملأها. أول زيارة الحسين سلام الله عليه، أول زيارة انزار بها الحسين شو وقت؟ يوم العاشر من المحرم، يعني من بعد ما صراعه رأسا زارته عياله لما جن عليه الليل. وأول لعل أول الزائرات هي عقيلة الطالبين زينب ابنته أمير المؤمنين سلام الله عليه، وطلعت تشق طريقها إلى المصارع وصاحت: يا رسول الله، هذا حسينك بالعرف، محجوز الرأس من القفا، مشلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى، إلى آخر ما أبنت به أخاها وزارت وجلست قليلا عند جسد أخيها، سكبت اللوعة والحسرة والدموع وأخذت العبرة من هالموقف المشرف، ورجعت وهي مملوءة عنفوان بما أوصاها به أخوها الحسين. فأول زيارة. ومن هنا نشوف أن الروايات الواردة في فضل زيارة يوم العاشر تقول أن من زار الحسين في يوم العاشر من المحرم وبات تلك الليلة عنده كان كمن تشحط بدمائه مع الشهداء. نعم، لأنه بعد هذا بحرارة الموقف، بعد بقلب الواقعة، إذا قعد يوم العاشر السنة يأتينا إن شاء الله في أسرار الزيارة شنو الهدف من هالإسرار. فهذه أول زيارة، زيارة يوم العاشر، كأن الزائر يعيش الواقعة، يعيش أبعاد واقعة الطب، يعيش المعركة، يعيش المأساة. فكان كمن تشحط بدمه مع الشهداء. ثم الزيارة الثانية مباشرة اللي اجت نزار بها الحسين سلام الله عليه، الزيارة هاي زيارة الأربعين. هاي زيارة الأربعين شنو مدركها؟ يعني هل مدركها فقط زيارة جابر وزيارة عائلة الحسين؟ لا، يبدو كما يروي الشيخ الطوسي في التهذيب وعن الإمام العسكري سلام الله عليه أن هذه إحدى علامات الإيمان، يعدد علامات الإيمان خمسة. العلامة الأولى التختم باليمين. التختم باليمين قد يلفت النظر أن الإنسان يلبس خاتم باليمين وهذا يكون من علامة الإيمان، شيء قد يكون يلفت النظر.
شنو ليش؟ يعني شو الفرق أن يتختم باليمين أو باليسار؟ ما زالت اليمين عضو من جسد الإنسان واليسار عضو من جسد الإنسان. لكن اللي يظهر أن هاي كانت رمز علامة لأهل البيت، أكو بيها نوع من الاقتداء، يعني أنا أقتدي، يعني أقرب لك المعنى. مثل ما يجي واحد من المؤرخين يقول النبي كان عنده عمامة صلى الله عليه وآله، عمامة يسدل لها ذؤابة، الذؤابة اللي نسميه إحنا حنك، ها؟ يسدل هذه الذؤابة بين كتفيه. ونعرف أن شون النبي كان يتحنك وأين يضعه، يقول لكن إحنا تركناه ليش؟ مخافة التشبه بهؤلاء اللي يسمون أنفسهم شيعة. نعم، يبدو أكو رموز كان يستعملها النبي صلى الله عليه وآله، يعني أصبحت هاي رمز أن النبي إذا أراد الصلاة يتحنك، وين يجعل الحنك؟ بيا جانب، هذا رمز. هذا أيضا التختم باليمين، يبدو أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يضعون الخاتم في يمينهم، ولذلك الرواية اللي روت أن الإمام أمير المؤمنين عندما كان يصلي ودخل رجل يستعطي من المسلمين في مسجد النبي، مد إليه أمير المؤمنين يمينه يده وفيها الخاتم، انتزع الخاتم. فيبدو أن هذا به نوع من الاقتداء، وإلا ما الفرق أن اليد الأسرى أو اليد اليمنى نينهن سواء من جسم الإنسان، لكن لأن هذا المعنى عرف عند أهل البيت وعرف به معنى الاقتداء اعتبر من علائم الإيمان، كما راح تجينا قرينة على هالمعنى خلال البحث، راح تجينا قرينة تأيد هالمعنى. إذن تختم باليمين باتباع لأهل البيت، كانوا يضعون الخاتم في اليد اليمنى، والاقتداء بأهل البيت هو في حد ذاته دليل على ماذا؟ الاقتداء بأهل البيت اقتداء بالقرآن، لأنهم عدلوا الكتاب، من أجل ذلك اعتبر علامة من علائم الإيمان. طيب، تختم باليمين، صلاة 51، يعني الصلاة الواجبة الملازمة، الإنسان على صلاته 17 ركعة الواجبات والباقي النفل اللي يصليها الإنسان مع الظهر ومع العصر ومع المغرب ومع العشاء ومع الصبح، هذه النوافل، هذه المداومة عليها من علائم الإيمان، أن الإنسان ما يمنعه حر ولا برد ولا كسل، ويداوم على الصلاة دائما بين يدي الله. والصلاة هي كالنهر الجاري، يغتسل الإنسان بالنهر الجاري إذا اغتسل زول عنا الأوساخ، كذلك الصلاة توخر أوساخ الروحية أوساخ المعنوية. في الصلاة المداومة عليها من علائم الإيمان. اثنين، الثالثة أي اللي أقول لك قرينة على أن المراد بالتختم باليمين اتباع ما كان عليه أهل البيت، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نبأ من يصلي الإنسان ما يبدأ أول ما يشمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يسمي بصورة وبصوت مرتفع شوي حيل. نعم، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه أتخطر أكو كلمة للفخر الراجي المفسر، لما يجي للبشملة الفخر الراجي يجهر بالبشملة، يقول أنا عندما أجهر بها أكون حاط إيدي على المدرك على الدليل، لأنني اقتديت بعلي بن أبي طالب في هذا، والاقتداء بعلي بن أبي طالب من اقتدى به، نعم هذا اقتدى أمسك بالعروة الوثقى. ليش؟ لأن النبي قال له إنك مع الحق والحق معك يدور معك حيث تدور. إذن هذه علامة من علامات الإيمان بهالمعنى، باعتبار أنها مأخوذة من مصدرها الصحيح، وبيها نوع من القدوة، وبيها من نوع من اتباع أهل البيت، وأهل البيت عدلوا الكتاب، فهي من علائم الإيمان. بعد، تعفير الجبين من علائم الإيمان. تعفير الجبين شنو يعني؟ الإنسان عندما يصلي يعفر جبينه تذللا لله عز وجل، يعفر جبينه بالتراب، يعني على هالتربة اللي يسجد عليها، يعفر خديه، يعفر جبينه، إشارة إلى التذلل، إلى التواضع، ساعة الوقوف بين يدي الله عز وجل.
كأنه يريد ما مؤداه، يريد يقول يا ربي هذا الجبين أنا أعفره بالتراب، إذا عفرت بالتراب تواضعا لك ارحم لي هالجبين يوم يوضع على التراب. نعم هذا ارحم لي يا، لأن وراء تراب وراء نوم ينوضع هذا الخد على التراب. كأن هذا التذلل يريد الإنسان أن يستجير بهذا اللون من التذلل من ماذا؟ من تعفير الجبين إذا وضع الإنسان في قبره، إذا وضع على التراب على الرمل وترك. تعفير الجبين هالتذلل من علائم الإيمان. بعد من علائم الإيمان زيارة الأربعين، المواظبة على زيارة الأربعين. ليش من علائم الإيمان المواظبة؟ يعني كل زيارات الحسين هي تؤدي إلى الإيمان، أو هي عمل إيماني كل زيارة الحسين. ليش هالزيارة بالذات ورد في فضلها أنها من علائم الإيمان؟ شنو السبب يعني الدافع بأن، أو بالأحرى العلة وراء تسميتها بأنها من علائم الإيمان؟ من علائم الإيمان الواقع أن هذه الزيارة ينفعل بها الإنسان أكثر مما ينفعل بالزيارات الباقية. شلون؟ زيارات الباقية كأنها مو داخلة في قلب الواقعة، هاي داخلة في قلب الواقعة. إيش نسميها؟ نسميها مرد الرؤوس، يعني إرجاع الرؤوس إلى الأجساد. معنى هذا أن الإنسان راح يعيش جو أحزان، جو دموع، يعني جو دموع وآلام. هذا جو الدموع والآلام هو بلون من ألوان التقرب إلى الله، مظهر من مظاهر مودة ذوي القربة. يعني أنا لما أقول والي أهل البيت، موالاتي بيش تتجسد؟ تتجسد الموالات بأن أفرح لفرحهم وأحزن لحزنهم، أشارك أساهم معهم بالأفراح وبالآلام. وهذه الزيارة بيها آلام وبيها دموع وبيها موقف يكللك بالحزن أكثر من غيره. يعني راح أنغمر بقلب مآشي أهل البيت. هل انغمار هذا؟ وش يقول الإمام؟ يقول نفس المهموم لمصابنا عبادة. إذا واحد اهتم وحمل الهم من أجل مصابنا هذا وفي جو عبادي. وما في شك أن هاي الزيارة الإنسان ينفعل بها أكثر، ينغمر بها أكثر، وفعلا ينغمر أكثر. ليه؟ لأنها بقلب الواقع. إذن هذه زيارة الأربعين، زيارة الأربعين ترى مو هي الأولى مثل ما قلت لك، الأولى أولا يوم العاشر، وبعدين قبل هاي الزيارة أكو جماعة زاروا الحسين رأسا من بعد الواقعة، اجوا وقفوا على القبر، القبر وضعت عليه علامة، هاي العلامة وإن كان حرصوا على إزالتها، العلامة حرصوا على إزالتها كما سيمر علينا. ليش حرصوا على إزالتها؟ لأنه زيارة الحسين مو مجرد واحد يطلب ثواب، لا لا، يعني أبعد من هذا. زيارة في واقع الأمر أكو بيها أجواء يخشاها الظالمون، تخشاها العروش اللي كانت معاصرة آنذاك. إذن هذه الزيارة عبر عنها بأنها من علائم الإيمان كما يرويه الشيخ في التهذيب عن الإمام العسكري سلام الله عليه. زين عندنا مثلا تلقى من الزيارات من أحب أن يصافحه 124,000 نبي فليزور الحسين. نعم تأمل هذا، يعني مواكب النبيين مجيئهم إلى الزيارة، مواكبهم مجيئهم إلى الزيارة يصافحون المؤمنين في زيارتهم على ما تذهب إليه جملة من الروايات. بعض الزيارات من أراد أن يغفر الله له ذنوبه ألبت فليزور الحسين مثلا في النصف من رجب، مثلا في شعبان أكو نمط من الزيارة، نمط من الروايات والأخبار، في العيدين زيارة الحسين. هل مجموع اشتبد الحسين بالشاحة؟ تلاحظ أن السنة
تستوعبها زيارات الحسين. شنو السبب هنا؟ نرجع إلى النقطة الثانية التي أردنا الإشارة إليها. النقطة الثانية أن هذا اللون من إصرار أهل البيت على زيارة الحسين ومن إصرار أعدائهم على منع الزيارة، شنو وراءه؟ شنو السبب من وراء هذا؟ إحنا نلاحظ إذا رجعنا للتاريخ نلاحظ أن أهل البيت ما يتسامحون في زيارة الحسين أبدا. حنان ابن شدير قلت طبيت على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي الإمام الصادق يا حنان، قلت بلى سيدي. قال لي تزور الحسين في كل يوم؟ قلت لا والله سيدي. لا. قال لي تزوره في كل أسبوع؟ قلت لا. قال لي تزوره في كل شهر؟ قلت لا. قال تزوره في كل سنة؟ قلت نعم قد يكون ذلك، كل سنة أروح إلى زيارة الحسين. قال لي ما أجفاكم بالحسين؟ وجفاء هذا من إيش من عندكم إلى الحسين؟ الحسين يمكم وأنت تخلي سنة تمر عليك يلا تروح إلى سنة يلا تذهب إلى. ومع العلم ترى هالمعنى هذا وارد أيضا في زيارة البقيع، وارد أن في زيارة البقيع حتى في كتب المذاهب الإسلامية الأخرى أنه يستحب أن يذهب الزائر إلى زيارة البقيع في كل يوم، يعني لأن البقيع بشهداء وبلم هاي الوقوف على قبور الشهداء إلى معنى سيأتينا. ها فالإمام يقول له أنتم ما أجفاكم بالحسين. قال له سيدي زين أنا إذا ما قدرت أكو ظروف حالة بيني وبين زيارة الحسين والحسين بعيد عني ماذا أصنع؟ شنو الطريقة للزيارة؟ قال للإمام تصعد إلى أعلى موضع في دارك إلى الصف وتستقبل قبورنا وتزورنا وتومئ بيدك إلى القبور إنه يصل إلينا. توجهك ها؟ تتوجه وروح إلى القبور وأومئ إلى القبور لأنك إذا أومات يصل إلينا. يعني يقول له حتى إذا كنت أنت بعيد وما تستطيع الوصول لا يكون يفوتك شرف الزيارة وفائدة الزيارة. آخر وهو هشام يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول طبيت على الإمام الصادق قلت له ابن رسول الله أنا كثيرا ما يحال بيني وبين الزيارة أكو ظروف تمنعني من الوصول هناك ماذا أصنع؟ شلون؟ قال الإمام تتطهر وتصعد إلى أعلى الصف وتوجه وجهك إلى كربلاء وتزور الحسين. تطيطي الإمام يملي عليه فقرات الزيارة. هل إصرار وتعبير الإمام ما أجفاكم بالحسين تجي إلى الروايات الأخرى زيارته تمنع الحرب تمنع الغرق، تجي إلى أخرى أن إذا طلع أخلف الله على عياله، جملة من الروايات تلاحظ تشدد على زيارة الحسين. هذا بجانب زيارات أهل البيت التشديد عليها بدأ مو من أهل البيت، بدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رسول الله في بيتي دخل علي ليلة من الليالي وهو أشعث أغبر، قلت له فداؤك نفسي يا رسول الله، أنا أشوف عليك أنت أثار الغبار والامتعال الألم. قال لي آنفا رجعت من كربلاء، الآن جئت أنا، ومد يده فأخرج لي تربة، قال لي هذه التربة يدفن بها ولدي الحسين، احتفظي بها، ألا ومن زاره من بعد مقتله مصرعه فأنا الشفيع له يوم القيامة. قل دفع لي هذا وأشعرني بأهمية الزيارة، وبعد ذلك تقول أنا يوم العاشر اتفقدت هذا رأيتها تنبع دمع. قصدي أن التبشير بما للزائر من فضل ومن شفاعة بدأ من أيام النبي، وبعد ذلك الإمام أمير المؤمنين لما مر في طريقه إلى صفين مر على كربلاء قال ها هنا مصارع فتية وشهداء تشبق أجسادهم أرواحهم إلى الجنة، وبشر بما للزيارة من فضل، وأهل البيت كانوا يصرون على الزيارة بأنفسهم يجون إلى زيارة الحسين. هذا الإصرار
خلينا نشوف شنو هو، شنو سببه. مقابل شيء قابل يقابل المنع بالجانب الثاني. المنع عن زيارة الحسين عند الآخرين، يعني أنت تتصور أن كانوا الشيعة يطلعون إلى الزيارة في الليالي الظلماء، في الليالي البهيمة، يشيرون بالنهار، يكمنون بالنهار ويشيرون بالليل إلى أن يوصلون إلى القبر، هناك يزورون ويرجعون. ولا بد مر عليك بعض الروايات أن ذولا اللي أرسلوا كحرس على قبر الحسين ليمنعوا الناس من الزيارة كانت تجيهم السهام بالليل، يقولون أن هاي السهام كانت ترميهم بها الجن. لا، كانوا الشيعة يرمونهم بها. نعم، ليش؟ لأن يدون يوصلون إلى القبر ذولا يحلون بينهم بين القبر، كانوا يطلعون ليلا يأتون إلى زيارة الحسين يزورون ويرجعون، لأن كان المنع منع شديد إلى درجة أيام الأمويين يخشون، وبعد إجوا أيام العباسيين صارت أشد. إذا كان أيام الأمويين مثلا كان أكلون من العقاب محدود، أيام العباسيين لا، وصل الأمر إلى درجة قتل 90% من الزوار. إذا 10 راحوا 9 ينقتلون ويبقى واحد إسلام يروح إلى الزيارة. ما شر هذا المنع؟ شدرة، شجرة على قبر الحسين، شدرة يستظل بها الزوار ويعرفون منها مكان القبر، تقطع يحرث التراب، تراب كربلاء، تحرث المنطقة وتسلط المياه على قبر الحسين. شنو سر هالإصرار؟ يعني قد يقول قائل شنو آخر الإمام الهادي سلام الله عليه حي مثلا، إمام الهادي ليش ما يمنعهم، ما يقولهم أنه أنتوا لا ترحون، ما أقول العملية تستوجب قتل شفك دم، حفظ النفس واجب وزيارة الحسين مستحبة، شلون يقدم المستحب على الواجب وهذا الأمر يلحق بهم ضرر وبإلقاء للنفس بالتهلكة؟ ليش ما منعهم الإمام سلام الله عليه؟ الأئمة ليش ما منعهم؟ بالعكس، إحنا كنا نشوف الأئمة يحثون يدفعون، ويقول أبو هاشم الجعفري يقول دخلت على الإمام الهادي سلام الله عليه، كان يشتكي عند علة يشتكي، جلست عنده قليلا ثم لما أردت أطلع مد يده إلى صرة دفعها إلي، قال لي شوف لي واحد من أصحابنا يروح إلى الحائر يدعو لي عند قبر الحسين، يزور الحسين ويدعو لي هناك. يقول فعلا أخذت الأموال وطلعت، لما طلعت شفت واحد يقول في طريقي، قلت له أنت عندك نية إلى الزيارة؟ قال لي بلى. قلت له تأخذ هذا المبلغ عوض عما تقوم به من عمل، والطب تدعو للإمام الهادي بالحائر عند قبر الحسين. يقول التفت لي قال لي أنا أسألك سؤال، قلت سأل، قال لي أوليس الإمام هو الحائر؟ وذاك إمام وهذا إمام، وبعدين هذا حائر، الحائر إذا تشرف تشرف بنسبته إلى الإمام وهذا إمام، فالحائر هنا أيضا، ليش هو ما يدعو إلى نفسه؟ يقول أبو هاشم الشبهة والله دخلت بذهني، رجعت يقول إلى الإمام، قلت له سيدي هذا أحرجني، قال لي ما الخبر؟ قلت له أنا أخذ هالمبلغ روح أدعو للإمام عند الحائر. قال لي أوليس هو الحائر؟ قال لي بلى، ولكن روح لي أقول له إن لله أماكن يحب أن يدعى بها ليجيب، وضعها معالم للإجابة، وإلا أرجوك يعني الصخور اللي بالكعبة موجودة في كل مكان، يمكن كل مكان نأخذ مجموعة من الصخر ونبني بها مربع ونطوف حوله، ليش هالمكان وليش هالصخور بصورة خاصة؟ الأيام كلها سواء، ليش الله يختار لنا شهر معين نسمي شهر رمضان؟ أكو أماكن أو أكو أشياء أراد الله عز وجل أن تكون معالم لدينه وأراد أن يدعى بها ليجيب. قال له روح لي أقول له من جملة هذه الأماكن قبر جدي الحسين. إذن أنا لما أجي إلى قبر الحسين سلام الله عليه بهالدفع من أئمة أهل البيت وبالروايات اللي مستفيضة، إن لم يدعي بعضها، بعضهم يدعي أنها متواترة لكن هي مستفيضة قدر متيقن، هالروايات شنو السر؟
قد يسأل واحد يقول لي هذه هي يعني احنا روحنا منا ساعتين وفرض نبعد على القبر شوية نبكي ونلمس الضريح ونرجع، هذا هو ها؟ هي هاي الزيارة؟ أو بالأحرى الدماء اللي راحت والإمام سلام الله عليه كان يشوف الدماء الرقاب تقط الأعناق تضرب، ليش ما نهاهم؟ شنو الهدف؟ شنو السر؟ السر واضح، أأكد لك المسألة أصبحت تقريبا إن لم يكن انحصار وإلا هي مظهر من مظاهر إقامة الدين، الدفاع عن العقيدة، كأن ذولا تحدوا، شو تحدوا؟ تحدوا رسالة رسول الله، وين؟ في من حمل رسالة رسول الله، في الحسين نفسه، الحسين سلام الله عليه عندما ظهر ما ظهر يدعو إلى نفسه، ظهر يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يجسد رسالة السماء، ظهر باعتبار امتداد لجده رسول الله، فهذول تحديهم يعني أرادوا هدم الدين، كأنه مظهر من مظاهر إحياء الدين إحياء العقيدة في زيارة تجسد في زيارة الحسين، وإلا بدون هذا ما نجد مبرر لشفك الدم، ما عندنا مبرر، بحيث أن الأئمة كانوا يشوفون الناس يروحون إلى الزيارة ويشوفون الدماء تشفك ومع ذلك من هم؟ ما أكو إلا هذا. هل معنى أن إحياء العقيدة حياة الدين إحياء معالم الدين أصبح مظهر من مظاهرها زيارة الحسين، وإلا مو مسألة روحة بضعة خطوات يمشيها الإنسان ويبعد عند قابر وينفعل انفعال عاطفي ويرجع، هي لا مو هذا هو، لا بالعكس أكو أهداف بالزيارة أبعد من هذا. أول هدف أني أنا أقف بوجه الظالمين أقول أن الله أراد لهذا الرجل الخلود وأنتم أردتم أن تميتوا، لا أنا ممن يجسد دعم هذا الذي هو تحت التراب، أنا جاي أجسد موقفه أدعم موقفه، يعني بتعبير آخر أعضد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأني جاي أوقف على قبرش أقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. إذن أنا مفردة من مفردات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن أنا جاي أدعم موقف يترتب على دعمه حياة الدين، فهذا هدف. الهدف الثاني أنا لما أقف على قبر الحسين دائما الأئمة ما يخلوني أجور بما أنا أعبر عنه بنفسي، لا يعطوني صيغة معينة، يعني عندما أوقف على القبر مثلا زيارات الحسين المطلقة السلام عليك يا وارث آدم، صفوة الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث نوح السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، مثلا هالصيغة اللي يعطيني إياها الإمام بالزيارة، يعطيني صيغة بزيارة نصف شعبان، يعطيني الصيغة بزيارة نصف رجب أو أول رجب، يعطيني فرد تعبير معين، كما بهاي الزيارة أيضا زيارة الأربعين أكو زيارة معينة الإمام سلام الله عليه زار بها، وأكو لا زيارة زار بها جابر بن عبد الله، فإذا الإصرار على نموذج معين من الأئمة شنو المراد من عنده؟ المراد أن أستوعب مفاهيم الزيارة مضمون الزيارة، شلون يعني؟ يعني بتعبير آخر أختصر لك، أنا أكون أنفعل بروح الحسين، يعني عندما أكو واحد يجي يزور الحسين زيارة باردة، أكو واحد لا يوقف يشوف أكو دم هنا، الدم شنو هذا من أجل ماذا أريق؟ يتساءل، أريق دفاعا عن دين الله، من أجل ماذا أريق؟ أريق للوقوف بوجه الظلم، هذا الدم اللي شال على هالثرى ما استهدف، هل استهدف فهدف مؤقت رخيص؟ لو لا استهدف كرامة الإنسان، أراد للإنسان أن يعيش مكرما، يعني أكو عندنا جانبين، عندنا جانب ديني وجانب اجتماعي،
أكثر الكتاب يردون يفرغون واقعة الطف من محتواها الاجتماعي، بينما الحسين إنما ثار بدافع المحتوى الاجتماعي لحفظ الإنسان، للدفاع عن الإنسان، لكرامة الإنسان. لأن الحسين سلام الله عليه يقول من عندما يخطب خطبته: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وتنكر معروفها وذهبت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الأناء، وخشيش عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب امرؤ في لقاء ربه. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع هؤلاء الظالمين إلا شقاء وبرما. إذن أنا عندما أحرص على صيغة معينة بالزيارة أريد أستوعب مفاهيم هذه الصيغة، أريد أفهم شنو بها من معنى. كأن أهل البيت يردوني أن أدرس بها المدرسة، بمدرسة أبي الشهداء. المدرسة هاي مدرسة الحسين كون أدرس بها أستوعب المفاهيم. مو يقول له واحد من الشعراء، يقول له: يممت يومك أستجلي روائعه، فأشبعت ناظري موارة صور، ما رمت رائعة إلا وجدت به، كأن كل سمو فيه منحصر، لو شئت قلت وما دنيا الفتوح سوى دنياك، أنك دنيا ملؤها ظفر، لقد رأيتك فيها ألف قادمة، تهوى الشواهق إذ تستوبأ الحفر، وماردا زحم الإعصار منكبه حتى لوى، وما ألوت به الغير، وفكرة تستشف الغيب ما وهبت إلا لتخلد والطغيان ينتحر. هالمفاهيم هي هاي اللي يحرصون أهل البيت على أن تتغلغل، يعني تبني الفرد المسلم. هذا المعنى اللي يردو أهل البيت من الوقوف على قبر أبي عبد الله. أنا لما أوقف على قبره أكون أتكهرب بأخلاقه، بمبادئه، أجسد المواقف التي جسدها. ترى هذا الإصرار، الإصرار على زيارة الحسين، الهدف من عنده أولا التعلم من مدرسته، ثانيا أني أواشي رسول الله. بيش أواشي؟ بهاي بالحزن بالألم اللي طرأ على أهل البيت بسبب هالواقعة. ثالثا زيارتي للحسين تعتبر وقوف بوجه الظلم والظالمين. اليوم عندنا خبر أن الزحف ماشي على طرق كربلاء من جوانبها الأربعة، مشاة على الأرجل، عشرات الآلاف. هذا هاللون من الزحف في حد ذاته جهاد، هذا هاللون من الزحف في حد ذاته تحدي للطغيان، تحدي لمن يريد أن يقف بوجه الصوت اللي انبثق من تحت التراب ينادي: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. يا أبا الشهداء غرد في مشامعنا بصوتك، يا أبا الشهداء املعنا بالعنفوان من موقفك، يا أبا الشهداء اجعلنا ممن يقول بالصدق: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إذن إصرار أهل البيت ما كان لمجرد الوقوف الخالي من العظة والعبرة، ما كان لمجرد تخطي على تراب كربلاء حتى يصل إلى قبر، لا لا أبدا، مراد أكثر من هذا. كون أذهب إلى القبر وأرجع وأنا محمل بمعطيات مدرسة الحسين. هشاء أهل البيت يصرون على أن الإنسان قبل أن يجور لازم يشكب على جسده من ماء الفرات. يا أبا عبد الله بعيد عنا ماء الفرات، شو اللي نشكبه؟ بعيد عنا، ولكن نشكبك في أرواحنا، نحملك في مشاعرنا وأرواحنا. إذا كان ما عندنا مجال أن نشكب ماء الفرات على أجسادنا، لا، نشكب من روحك على أجسامنا وعلى أرواحنا.
إذن أنا لما أقف في مثل هذا اليوم إلى الزيارة وأعرف أن الإمام يقول لي هاي الزيارة من علائم الإيمان، المقصود من عدها أن أجتلي عظة وعبرة من موقف الحسين، أن أستعيد ما جسد على هذا الصعيد. الحسين شنو اللي جسد هنا على تربة كربلاء؟ جسد الصبر والإباء والبطولة والعزيمة، وجسد حق الرحمة، جسد النفس الكبيرة. ها انت ملاحظ لما توقف على رمل كربلاء ايش تتصور؟ تتصور رجل واقف يعاين الى جيوش طالعة قاتلة يبكي، تقول له اخت فداؤك نفسي يا ابن ام ابا عبد الله، انا ما عهدتك تبكي، لما هذا البكاء؟ يقول أخي أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي من أجلي. تأمل هذه النفس الكبيرة، ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا، فعلمت أنك نائل ما تبتغي حتما وإن يكشلوك المخدودا. إذن أنا أجتلي العظة والعبرة عندما أقف على قبر الحسين، وهذا سر إصرار أهل البيت على زيارة الحسين، سر إصرارهم على دفع الشيعة للوقوف على قبر الحسين، وسر خوف أعدائهم. نعم، اتأمل الأمويين عندما وقفوا هالموقف، وقفوا لأنه يدرون أن التكهرب بروح الحسين راح يألف أمامهم جيش من العزيمة لا يقوون على قهره. وفعلا وحقق تاريخ التشيع، حمل التضحية من بدايته إلى نهايته. وإجوا العباسيين، ووقف شاعر من شعرائنا يقول تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمرك قبره مهدومة، أشفوا على أن لا يكونوا شايعوا في قتله فتتبعوه رميمة. إذن يا أبا الشهداء، هنيئا لمن وقف على قبرك يجتلي مواقفك ويأخذ العظة والعبرة. ثم نرجع إلى المساحة الأخرى، مساحة الدموع، ولا بد من المرور بها هذه الليلة، لأن هالليلة إحنا في قلب المأشى. شلون في قلب المأشى؟ الأجساد عندما دفنت في كربلاء دفنت بغير رؤوس، الرؤوس أخذت مع الشبايا، جاء بها إلى الشام، طيف بها بالبلدان إلى أن أوصلوها إلى الشام. الروايات توزعت، تقريبا يوجد ما لا يقل عن 20 رواية في مكان الرؤوس. رواية تقول أنها أرجعت إلى المدينة قسم منها وقسم دفن في مكانه، ورواية تقول بالشام، وأخرى تقول أن بعضها بالقاهرة، وأخرى تقول أن بعضها في عسقلان، وأكو روايات متعددة. ولكن ألفت نظرك لشيء، كل عضو ينفصل من الحسين في أي مكان يقع سوف يحمل سمات الحسين، سوف يحمل عنفوان الحسين. ولأن أهل البيت رحمة في حياتهم ورحمة بعد استشهادهم، فكل أثر من آثارهم في أي مكان يجب أن يحفظ، يجب أن يزار، لأننا نزور فيه عزيمتهم، نزور فيه أخلاقهم، نزور فيه مواقفهم. ولكن أصح الروايات أن الرؤوس أعطيت للإمام زين العابدين، لأن لما عقد المأتم ببيت يزيد 7 أيام بلياليها، يعني غلب يزيد على أمره، لأن الدموع ملأت بيته من داخل بيته والصيحات ارتفعت من داخل بيته، اضطر أن يودي وراء الإمام يقول له لا بد من إرجاعكم، وأنا راح أودي وياكم النعمان بن بشير، وانتوا راح ترجعون، وانت راح اخليك تقود هذا ركب العائلة، هل من حاجة؟ قال نعم، اريد رؤوس اهلي، هاي الرؤوس اللي عندك اعطينا اياها نرجعها الى الاجساد، واكو عندنا بقية اثار من جدتنا فاطمة الزهراء، هاي اخذوها
نهبت منا إذا بالإمكان استرجاع بعضها، لأن هاي إلها يعني ارتباط عاطفي إن بيها مجموعة أشياء طلبها، قال لي لا سبيل إلى تلبيته، ما أقدر أنا أرجع ما نهب منكم، الرؤوس راح أعطيك إياها تأخذها. أخذت الرؤوس طيبت وجيء بالرؤوس، حملت وأقبلوا بها يحملونها معهم. واقعة الطائف من بعد ما صارت دويها وصل إلى المدينة، المدينة بأجمعها يقولون المؤرخين لما سمع عمر بن سعيد الأشدق دوي النساء قال عجت نساء بني علي عجتا كعجيج نسوتنا غداة الأرنب. المدينة كانت تعيش حالة غليان، دموع وألم وديار خالية والعلويات في صياح، الحالة بالمدينة هكذا. طلع منو؟ جابر ابن عبد الله الأنصاري ويا جماعة، وين يريد يستبق؟ إلى قبر الحسين، يريد يوصل يوقف على الثرى على مكان الواقع ميدانيا. طلع يقول الأعمش أنا كنت يا وأقبلنا إلى أن وصلنا إلى تراب الطرب، لما وصلنا قال لي ابن عطية وصلنا إلى كربلاء، قال خذني إلى الفرات، خذني الفرات، خذني إلى الفرات. يقول أقبلت به إلى الفرات، نزل إلى الفرات، اغتسل وطلع له ثوب جديد لبسه، قال لي يا ابن عطية هل معك شيء من الطيب؟ أكو عندك شيء من الطيب؟ قلت بلى عندي شيء من الشعد. أخرجت له صرة فيها شعد نثرها على بدنه، ثم ارتدى رداه وقال أمشك بيدي، أقبلنا نمشي لا نكاد نرفع قدمنا أو نضع قدم إلا ونسبح الله ونقدسه، إلى أن وصلنا إلى القبر. قال لي وصلنا إلى القبر يا ابن عطية؟ قال ألمسني حطيدي على القبر. يقول وضعت يده على القبر، لما أحس ببرد تراب القبر صاح يا حسين، لا يجيب حبيبه، وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثبادك، وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك من دعائم المؤمنين وسادة المسلمين ومعقل المؤمنين، وكيف لا تكون كذلك وقد غذتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الإيمان وربيت بحجر الإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا. الأعمش يقول جابر مشغول بالزيارة ولاحت لنا أعلام بوادر الشبايا، الركب أقبل، وأقبل الغلام الذي وضعناه وهو يركض ينادي جابر، قال بلى، قال يا جابر قم واستقبل حرم الله، يا جابر هذا إمامك زين العابدين قد رجع ومعه السبايا. أقبل جابر يقوده الأعمش، لما وقع عليه بصر الإمام قال جابر هذا، قال بلى.
قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا يا جابر ها هنا ذبحت أطفالنا يا جابر ها هنا شبيت نشاؤنا يا جابر ها هنا سقط أبو عبد الله الحسين الحوراء زينب مع باقي أخواتها اغتنن الفرصة أقبلن مهر ولات إلى قبر أبي عبد الله اخت الحسين التصقت بالتراب احتضنت تراب قبر ابي عبد الله على قبر الشبط دبت نفسها تفح النار بضلوع وتحسها توين بهداي ما ينسمع حسها أقبل إليها الإمام زين العابدين أقامها من القبر قال قومي عمة جالت على قبور أهلها وقامت تقلب طرفها يقولها ما أدري عن أي قبر تبحثين أدري عليها من الدورين قالت ولا ولا دلني على نار العلقمين ولا دلني على نهر العلقمين أخذ بيديا إلى قبر أبي الفضل جلست عنده أنا رايح العباس سجادة أرجب جفوف فوق زندة أقل ترى يا بشدة خويا حملي وقع يا ولي سندة ما تأخر الإمام السجاد ثلاثة أيام واستعد للرحيل يقول له واحد من أصحابه يا ابن رسول الله خلي النساء تتودع تأخذها حصتها من وداع أهلها يقول إنكم لا ترون كما أرى قالوا ما الخبر قال إني أخشى على عمتي زينب أن تموت إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر أقبل إليها قال عم قومي قالت إلى أين قال إلى المدينة قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة خويا شد شور يا ابن أمي علي علي أنا مشي ضرب الغاورية يا نائما والموت إخواني هالليلة شوية هالكريمة نتوجه بهمومنا إلى الله عز وجل نرفع بين أيدينا الدماء الطاهرة الروش الكريمة التي حملت نضعها بين يدي دعائنا ونتوجه إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا ربي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. اللهم اجعل هذا الموقف منا قربة لوجهك وتقربا لرسولك، وانفعنا ببركة أبي الشهداء، واحشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.